محمد ناس كتير و 1200 واحد وربنا يستر. مساء الخير يا جماعه. يعني جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ جيت في وقت مش مناسب؟ ربنا يخليك. يا جماعه انا عايز اعرف بس الـ اي سيريز هنا قد ايه؟ يا شباب انا جيت الجامعه هنا من اسبوعين. استغربت جدا. الجامعه كبيره قوي ما شاء الله يعني. بعدين اللي خلاني استغرب اكتر ان انا كان معايا واحد صاحبي طالب هنا قال لي بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح الحص. انا افتكرته بيعكس. قلت له ارحمكم الله يا معلم. بس بعد كده فهمت انه بيلدي هو كان عايز يخش يجيب حاجه من جوه يدور على حاجه. دخلنا الساعة واحدة طلعنا الساعة ستة. قلت ايه ده انتوا مش عايزين بقى مواصلات جوه الجامعة، ده انتوا عايزين جي بي اس يا معلم. يبقى عندك ليكتشر تكتبها ماث 1، اذا لف وارجع يا معلم ماشيين غلط. فانا عندي اقتراح كويس ان انتوا تعملوا خط المواصلات جوه الجامعه تكتبوا عليه جيت فور الهص رايح جاي، ويطلع واحد يقول لك يلا واحد الهص واحد الهص يلا واحد الهص. واللي رايح في حته تانيه ينزل الهص ويركب اي وصله من هنا. أنا برضو يعني استغربت حاجة هنا يا جماعة. أنا فهمت إن في جوتشي كورنر وجوتشي بيبي. وأنا عايز أسأل سؤال حد يرد عليا. إشمعنى جوتشي يعني؟ إيه يعني لو نايكي ما ينفعش؟ أنا قلت روح صاحب الموضوع ده قال لي ولا يهمك أنا عندي كوتش لوكتو زي الفل.